بالنسبة للسيركتس الترانزنت اللي بيحصل في زمن صغير جدا جدا جزء من الثانية، يعني بيبقى عادة زمن ملي سكند أو مايكرو سكند، يعني ثانيتين ثلاثة 2 أور 3 سكند في الإلكترال سيركتس، ده زمن طويل جدا يكون ساعتها حصل كوارث. أوكي، ثانيتين ثلاثة زمن طويل جدا 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 في الإلكترال سيركتس. واحنا خدنا الترانزنت ككل، يعني عملنا سبري كامله لايه موضوع الترانزنت، وقلنا ان هنعرف ان السبري ده قليل جدا بعد ما نفهم الموضوع، يعني بعد ما نخلص خالص ترجعوا تقروا المحاضره اللي عملناها المره اللي فاتت في الترانزنت، تجدوها انها ايه؟ قالت كل حاجه بدقه ومحاضره قيمه جدا بعد ما تكونوا فهمتوا الموضوع. في بعضكم هيعجبه الموضوع لدرجه ان هو هيوصل لمرحله انه ممكن يبص للمساله وبعدين يحط الحل على طول لمجرد النظر. في الكتب، في بعض الكتب حل مسائل الترانزنت بمجرد النظر. سوري اسمعني، بس انت الصوره طبعا هي بعد شويه مش دلوقتي. دلوقتي احنا في مستوى صفر للترانزنت. انتوا حاليا في مستوى صفر. ونبدا ايه نتصاعد بقى لغايه ما نوصل ولا لمرحله انك ممكن تحط الحل يعني ايه بسرعه كبيره جدا ان شاء الله. طيب الترانزنت بيحصل امتى؟ لما يحصل صادم تشينج. لو صار تشينج في السيركت تحصل اقصى مثال تحصل بيه ايه؟ سويتشنج اون او سويتشنج اوف. يبقى لو عندنا داير فيها سويتش وقفلت السويتش فجاه او فتحت السويتش فجاه هيحصل ترانزنت. يعني ايه هيحصل ترانزنت؟ يعني هتمر السيركت بفتره مؤقته الى ان يهدأ السيستم ويوصل لايه؟ للوضع النهائي المستقر. كلمه وضع نهائي مستقر يعني ستيد ستيت. او بيدوا رمز انفينيتي هنا. رمز انفينيتي هنا معناه ان مر وقت طويل والسيرت الهندي وصلت للاستقرار، الحاله المستقره اللي هي ستيدي ستيت. وقت طويل جدا في السيركت يعني ثانيتين ثلاثه. في البني ادمين ممكن يبقى خمس سنين كل الناس كلهم كلاس، يبقى زمن الكلاس خمس سنين. وبعد كده تهدى لما تتخرج بقى ان شاء الله وتوصل لايه؟ للستيدي ستيت. نبدا خطوه خطوه. اول حاجه يا جماعه هنختار ايه؟ سيركت حصل فيها ترانزنت. ليه حصل فيها ترانزنت؟ لان في سويتش اهو كان مفتوح الاول وبعدين قفل. السهم بيقول كده، السهم بيقول ان المساله حصلت ازاي؟ لما نعمل السهم كده معناها السويتش ده ايه؟ كان مفتوح وبعدين اتقفل. طب المساله اللي انت بتحلها؟ اللي انا بحلها بعد ما السويتش اتقفل، بس بنستعين بالانيشال كونديشنز بالوضع السابق اللي هو لما كان مفتوح، اللي احنا بنسميه النيجاتيف زيرو. النيجاتيف زيرو ده يعني جاست بيفور كلوزنج ذا سويتش، لما كان مفتوح ولسه يا دوبك هقفله. بنجيب منه الانيشال كارنت اللي ماشي في الكويل، واحنا خدنا المره اللي فاتت ان الكارنت في الكويل لا يتغير فجاه، يعني الكارنت بتاع النيجاتيف زيرو ده هو نفسه بتاع البوست زيرو. اوكي؟ اللي هو طبعا طالما كان مفتوح يبقى ما كانش فيه كارنت. يبقى اي نوت ما فيش كارنت. خلوا بالكم ان معنى نيجاتيف زيرو يعني جاست بيفور كلوزنج ذا سويتش. وبوست زيرو جاست افتر كلوزنج ذا سويتش. وكلاهما اللحظه زيرو. يبقى اللحظه زيرو دي ثلاث مراحل، زيرو نيجاتيف اللي هو جاست بيفور قبلها، وزيرو نفسه ابسوليوت، وزيرو باست اللي هو جاست افتر. دي عندنا في الليمتس كده، الليمتس لما بناخد الليمتس من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال ومن ناحيه الايه؟ ابسوليوت فاليو. مش خدنا كده الرياضه عشان نستعين بيها في السيركتس وغيرها من المواد. طيب طالما ان الكرنت انيشال زيرو يا جماعه، الفي ار اصلا بيساوي ايه؟ دي اي ار. يبقى اي ار بكام؟ دي زيرو. يبقى معنى كده ان الفي ار دي زيرو يعني افتر سيركت. ولكن
dr plus dl يساوي سورس. يبقى كده dl يساوي ايه؟ يساوي سورس. اذا ال dr initial 0 وال dl initial يساوي سورس. initial في البدايه، في البدايه ال r شورت سيركت والكويل واخد البورت كله. ليه؟ عشان الكرنت انيشال زيرو. ليه الكرنت انيشال زيرو؟ لانه لا يتغير فجاه في الكويل. جاست افتر هو جاست بيفور، وجاست بيفور كانت الدايره مفتوحه ما كانش فيه كرنت. نعم. ايه؟ اي سي ولا دي سي؟ انتوا ما تعرفوش ان ده رمز بطاريه؟ الرمز ده كده؟ ده رمز بطارية اللي هو الرمز ده كده. يبقى ده ايه؟ الرمز ده يا جماعة اللي هو نفس السورس ده كده، ده رمز دي سي سورس. دي سي سورس يعني بطارية. اوكي؟ البطارية اللي هي دي سي سورس الكويل يبقى شورت سيركت زي ما زميلكم بيقول كده. زميلكم بيقول طالما ان السبلاي دي سي يبقى الدي ال يساوي زيرو، يعني الكويل شورت سيركت. ده كلام ممتاز، ده كلام سليم تماما، هو عنده حق. ليه بقى؟ لان هو الطفل عليه كله وشابتر الثري فيز وشابتر الريزنس وشابتر التو بورت، في كل دول كلام زميلكم مظبوط، لان كنا بندرس الدوائر كلها من ستيل ستيت. ما كناش واخدين بالنا ان في لحظه اسمها فتره الايه؟ فتره الترانزيت. كلامك صح، لان كل دراساتك السابقه كانت ستيل ستيت. فكان البي ال يساوي زيرو يعني كويل شورت سيركت. اثناء الترانزيت اللي هي الظاهره الغير طبيعيه دي الكويل مش شورت سيركت، مش شورت سيركت ولا الفي ال زيرو. ده الفي ال بيبدا بايه؟ يبدا بقيمه ضخمه جدا قبل السورس، وبعدين اثناء الترانزيت يقعد يهدى يهدى يهدى، يعني يتضاءل 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 الى ان ينعكس زي ما بتقول كده. يعني فاينلي الستيل ستيت اللي انت بتتكلم عنه اللي انت بتقول عليه ده، ده الستيل ستيت الكويل حصل له ايه؟ بقى شورت سيركت. الكلام احنا عارفينه ده الطبيعي يا جماعه، اللي بيقولوا كده ده الطبيعي، ان الكويل الفي ال بتاعه ايه؟ زيرو شورت سيركت. بس الكلام ده في الستيل ستيت اللي هو الترم الاولاني في السيركت والمنشآت اللي درسناها مع بعض، الثري فيز والريزنس والتو بورد، اللي هو حتى هذه اللحظه بدا بقى من الشابتر ده في حاجه ما كنتش واخد بالك منها كنت بتطنشها، اللي هي الفتره اللي بوقفها نتيجه اتصال التشينج اللي اسمها ترانزيت، واللي هي مخصص لها شابتر نتيجه خطورتها. وهتشوفوا ان شاء الله بعد التخرج انكم تعملوا لها 1000 حساب في شغلك كمهندس الكتابه الانجنيير هي كانت بس بقى بتعمل 1000 حساب للترانزيت. انا قلت لكم قبل كده يا جماعه ثورات مش شروط في حاله ترانزيت، لما بتحصل ثوره اقتصاد تشينج لغايه ما الشعب يهدى يوصل ستيل ستيت. اذا يعني حاجه خطيره ولا خطيره؟ خطيره طبعا. نفس حكايه في السيركت، ياما يقول لك حصل ماسك هوائي والمصنع اتحرق، المصنع ولع مش عارف ايه ولع. الحرائق دي كلها سببها ايه؟ الترانزيت. اللي هي الفترة السريعة جدا المؤقتة جدا الخطيرة جدا. ولو عايز تعرف خطورتها خليك كده قاعد تذاكر في البيت وحد يخش يفضل. لما يعمل لك صدر تشينج كده في الخط في حالة ترانزيت لغاية ما تهدى بقى وتعرف هو مين وتهدى تماما وصلت ستيت ستيت خلاص. خد بالك؟ أو حد يجيب لك خبر مفرح مفاجئ أو محزن مفاجئ. كلمة مفاجئ يا جماعة هتمر فترة ترانزيت لغاية ما تستوعب ايه الأحداث. أو أجي أقول لك مثلا إيه طلعوا ورق يا جماعة في كويس دلوقتي كلكم هتمروا في حالة إيه؟ ترانزيت لطيف لغاية ما في الآخر أكتب إن الكويس ده مسألة سهلة خالص هتهدوا توصلوا ستيل ستيل مثلا يعني. وفي بعضنا بيعتبر الكلية كلها فترة ترانزيت.
صلي الجنج، عملية ثلاثة صلي الجنج ولا الثانية ركز خالص. طيب خليك معايا لو سمحت. يبقى الوضع انيشال مفيش كرنت، الاي نوت بكام؟ الاي نوت ده زيرو، وبالتالي الريزستنس شورت والكويل واخد كل الفولت. الوضع النهائي بقى لما الدنيا تهدى اللي هو الستيدي ستيت، كلنا عارفين انه زي ما قايل كده ان الكويل شورت، وبالتالي يبقى اللي واخد الفولت كله مين؟ الفولت ابلاي كده على مين؟ على الارض. يبقى اذا الوضع النهائي اللي فيه على الارض هو السورس، واللي فيه على الارض بقى فيه يبقى الزيرو. طبعا يا جماعه دي قاعده عامه، طالما السبلاي دي سي يعني الفريكونسي بكام؟ الاوميجا بكام؟ بزيرو. طالما الاوميجا بزيرو عشان دي سي يبقى ايه ال اوميجا؟ بزيرو. يبقى فعلا الكويل ده عباره عن خط شورت كده ما عندوش فولتج خالص، اللي هو زي ما زميلك قال. كلنا عارفين الكلام ده، الكويل شورت سيركت والتماسك اوبن سيركت طالما السبلاي دي سي. بس الكلام ده في ايه؟ في الوضع الدائم ستيدي ستيت، مش في الوضع المؤقت بتاع الكارنت. في الوضع المؤقت يا جماعه لا الكويل شورت سيركت ولا الكباسيتور اوبن سيركت. امال بيعملوا ايه؟ عمالين يشحنوا طاقه في الالكترونيك فيلد والالكتروستاتيك فيلد بتاعهم. اوكي؟ هتلاحظوا بقى ان البدايه عكس النهايه مش كده؟ البدايه الار سورس والكويل هو السورس، في النهايه الار هي اللي هو السورس والكويل هو اللي ايه؟ هو اللي سورس. طيب نبدا من الاول بقى، نبدا ستيب باي ستيب، وبعد كده هنحول للمختلفين بعد كده ان شاء الله. ستيب باي ستيب زي ما كتبنا في الملخص بتاعنا، اول خطوه نكتب الديفرنشال ايكويشن عن طريق اي في ال اس ال المش النوت اي وسيله. فعندنا هنا جاست وان لوب، ايه؟ لوب واحده. يبقى ال في ار ار زائد ال في ار ال يساوي السورس، صح؟ ال في ار ار اللي هو ار اي، ال في ال ال دي اي باي تي يساوي السورس اللي هو دي. الكرنت يا جماعه من هذه اللحظه في الدراسه بتاعتنا اصبح جزئين، جزء طول عمرنا واخدين بالنا منه من حاله دي، وجزء ما كناش واخدين بالنا منه اللي هو الاي كرنت. يبقى عندنا كده الكرنت جزئين نعوض بيهم جوه المعادله. طب لو انت عايز تجيب الجزء اللي انت طول عمرك متعود عليه اللي هو الستيدي ستيت اللي احنا هنسميه انفاجي، انفاجي يعني مرض طويل، طيب توصل انفاجي في الحاله دي انسى خالص ان انت شرطه ترانزيت، وحل زي ما كنت بتحلها في الدرس الاولاني او لغايه ما خلصنا تو بورد كده. انسى خالص حاجه اسمها ترانزيت، ده انسى انسى ترانزيت من هنا ومن هنا. يتبقى ايه؟ يتبقى ار في اي ستيدي ستيت يساوي اي. اذا الاي ستيدي ستيت، الاي ستيدي ستيت يساوي اي على ار. طب ما انا عارف، ما احنا عارفين من الاول اهو الاي ستيدي ستيت طالما ده شورت يبقى الضرب بيساوي ايه؟ ايه على ايه؟ ايه على الله. اذا دي مش مفاجاه بالنسبه لنا، ده احنا بس عشان ماشيين لسه بالمستوى صفر لسه عمالين نبدا بالراحه خالص. طيب يبقى عايز تنزل ايه على الله؟ عوض ايه جوه المعادله؟ لما تعوض ايه جوه المعادله تفاجئ ان الجزء ده اللي هو الستيدي ستيت هيشتغل مع الجزء الكونستنت الناحيه الثانيه الرايت هاند سايد، وتتحول المعادله لمعادله هوموجينيوس. يعني ايه معادله هوموجينيوس؟ يعني الرايت هاند سايد زيرو. اللي احنا بنسميها في الرياضه يا جماعه كومبلمنتري فانكشن. شو ما بتوع الرياضه كانوا بيسموا الجزء الترانزيت بيسموه كومبلمنتري. وبيسموا الجزء الستيدي ستيت باسم بارتيكولار انتجرال. في بعض التطبيقات الميكانيكيه والفيزيائيه عموما بيسموا الترانزيت بدل ما هو كومبلمنتري فانكشن او ترانزيت فانكشن بيسموه الفري ريسبونس. بيسموا الستيدي ستيت الفورسد ريسبونس. عشان الستيدي ستيت مرتبط بوجود الايه؟ بوجود السبلاي او وجود الفورس. اوكي؟ اذا المعادله اللي بحلها للترانزيت دائما هوموجينيوس. وهي طلعت لوحدها كده يا جماعه. ار في اي ترانزيت زي ال دي اي باي دي يساوي ايه؟ يساوي زيرو. طالما الناحيه الثانيه زيرو يبقى دي معادله متجانسه. هم
كده المعادله دي بتربط بين الكرم والدريفاتيف بتاعه، يعني في علاقه بين مثلا واي واي داش اكس اكس داش حاجه والدريفاتيف بتاعها، عشان يكون في علاقه بين فاريبل والدريفاتيف بتاعه. ده ما يحصلش ابدا يا جماعه الا لو كان الفانكشن اكسبوننشال. الاكسبوننشال هي الفانكشن الوحيده الرياضيه اللي بتربط بين الشيء والتفاضل بتاعه. جربوها كده، دي الوحيده بس اللي بتجيب لك علاقه بين الفاريبل والدريفاتيف بتاعه. اذا لازم الحل يكون اكسبوننشال، هي الوحيده اللي تنفع. الوحيده اللي تنفع. لان تفاضل الاكسبوننشال بايه؟ بنفسه. يبقى اذا الاكسبوننشال كفانكشن هي فعلا بتربط الشيء اللي هو نفسه يعني والدريفاتيف بتاعه. فيبقى لازم افترض الحل اكسبوننشال مش نادر. وبعدين اعوض بقى جوه الشيء والتفاضل بتاعه. اطلع قيمه الاس بماينس ار على ال، وده مقلوب التايم كونستنت. تايم كونستنت يا جماعه هو ال على ار. تايم كونستنت دوت يا اما ال على ار يا اما ار في سي. يعني لو الدايره ار سي يبقى التايم كونستنت ار في سي، لو الدايره ار ال يبقى ال على ار. ممكن دايره يكون فيها 1000 ريزيستنس. نجيب لهم سيفن الكترون سيركت ونعوض بار سيفن اللي هنا، يبقى دي مش شرط تكون ار واحده يا جماعه. ممكن كذا ريزيستنس واجمعهم مع بعض تكون الكترون سيركت ما بين طرفي الكويل. عشان كده انا كاتب عليها ان هي ار تيفن. ال على ار ده فاكتور مهم جدا اسمه التايم كونستنت. ليه بقى سموه التايم كونستنت؟ كان يعني المفروض تعرفوا الكلام ده في ثانوي وفي الفيزيكس سنه الاثنين. انا بقول لكم ايه سر التسميه دلوقتي. دلوقتي هقول لكم سر الاسم تايم كونستنت. طيب يبقى طالما الحاله بتاعت الارض اكسبوننشال يبقى هيبقى عباره عن اي اللي هو كونستنت اي باور ماينس تي على ايه؟ ماينس تي على تي واللي هي اس تي. على فكره اس ده يا جماعه هو ده الاس اوبريتور بتاع العالم العظيم ده الله. شفتوا تحت الباص ترانسفور؟ هو ده الاس بتاع الباص الله يرحمه. لولا الباص ترانسفور ما كناش عملنا ثوره في حل مسائل الترانزيت. وما كانش ظهر علم قائم بذاته اسم العلم الاوتوماتيك كنترول انجينيرنج. عندنا في الكليه في ثلاث مواد كنترول، كنترول 1 و 3. لولا الباص ما كانش ظهر الثلاثه. انا بدرسهم الثلاثه على فكره. اوكي؟ في حد يا جماعه مش فاهم لغايه دلوقتي؟ كلنا فاهمين يبقى احنا بصمنا جزء ستيدي ستيت وجزء ترانزيت وجبنا كل واحد هنضمهم بقى على بعض يا جماعه، نضمهم على بعض عشان نجيب الجنرال سوليوشن. اوكي؟ في اي سؤال؟ طيب هكمل الكتاب. زي ما اتعلمنا في الرياضه، تحل الديفرنشال ايكويشن كان بيقول لي بعد ما تجيب البارتيكولر انتجرال وتجيب الكومبلمنت فانكشن تجمعهم على بعض عشان تجيب الجنرال سوليوشن. وبعدين بستغل الانيشال كونديشنز والباوندنج كونديشنز انك تجيب الكونستنت بتاع الجزء بتاع ايه؟ بتاع الكومبلمنتري فانكشن. نفس المعنى بالظبط تعمله هنا. هنجمع الاي بارتيكولر انتجرال اللي هو الستيدي ستيت زائد الاي كومبلمنتري فانكشن اللي هو ترانزيت عشان نجيب الجنرال سوليوشن او التوتال سوليوشن. وبعدين اعوض الانيشال كونديشن عشان تجيب الكونستنت دوت. التي تساوي زيرو كان الثلاث انيشال يساوي زيرو. نعوض هنا يبقى الانيشال فاليو دي بتساوي الستيدي ستيت زائد طبعا اكيد سوا زيرو في باور زيرو كام؟ واحد يبقى ايه؟ وبعد كده اعرف قيمه ايه؟ يبقى اذا الكونستنت دايما يا جماعه الكونستنت ده دايما هو الفرق بين الانيشال والايه؟ والستيدي ستيت. في بعض الكتب بتسمي المفهوم ده بالجوردن فورمولا. بما توحي بقى كلمة جوردن دي؟ فاهم ايه يا جماعة؟ يعني القانون زي الجولد كده. قانون له قيمة الذهب مش كده؟ يبقى ده قانون خطير قوي ممكن نحل دي دايركت، لو أنت متمكن في الترانزيت ممكن تحل دي على طول. بس الكلام ده برضه مش في الأول يا جماعة. بدل ما تحل كذا مسألة كده فابدأ أخش بقى على طول كده وهتلاقي أنت بتحل صح دائما إن شاء الله. فالقانون بيقول ايه؟ بيقول ان
سبونسر عموما سواء كان كارنت او فولتج في مسائل الترانزيت عباره عن جزء ستيدي ستيت زائد الفرق بين الانيشال والستيدي ستيت مضروب في اكسبوننشال تو ذا باور ماينس تي اوفر تايم كونستانت تي. ده قانون عظيم جدا عشان كده بيسموه باور. فلما نعوض بقى هو القانون نطلع شكل الكارنت. تعالوا نرسم الكارنت. طبعا ميزه الرسم ان هو هيعرفنا لو كنا غلطنا وكان حلو ولا ماشيين صح. دي ميزه الرسم يا جماعه. فتعالوا نرسم الفانكشن بتاع الكارنت دي. لما تحب ترسم اي حاجه بتعمل ايه؟ بتعوض البدايه والنهايه وربما نقطه ولا نقطتين بينهم، ربما يعني كده الوضع يستدعي، مش كده؟ طيب نعوض البدايه الاول. هدي تساوي زيرو. دي تساوي زيرو واحد. واحد ناقص واحد كام يا جماعه؟ زيرو، مش كده؟ يبقى اذا احنا ماشيين صح. ما غلطناش ولا حاجه، ليه؟ لان لما جيت اعوض التايم بزيرو اللي هو الانيشال طلع الكلام بكام؟ بزيرو، وفعلا الكلام بتاعنا كام الاول؟ بزيرو، فاحنا ما غلطناش. طب نعوض في النهايه. لما التايم تنسوا انفيت يا جماعه. يعني الدنيا كده توصل لستيدي ستيت. اي تو باور ماينس انفينيتي ها؟ بزيرو. يبقى الجزء بتاع الكلام ده يفك خالص ونوصل للقيمه دي على ار. يبقى لما الدنيا تهدى هنوصل لقيمه اسمها اي على ار. يبقى احنا ماشيين بالشكل ده نوصلها في اللانهائي. برضه ده معناه ان احنا ما غلطناش والحمد لله. لان الوضع النهائي هو اي على ار فعلا. فين بقى؟ اهو الوضع النهائي اهو اي على ار في الستيدي ستيت. اذا مفيش غلطه ولا حاجه. نفس الكمان الفي على الار والفي على ال. الفي على الار انفيز مع الكرنت يا جماعه. دي قاعده عامه احنا عارفينها في الترم الاولاني. الفي على الار انفيز مع الكرنت يعني ايه؟ يعني الاثنين متفقين تماما، عمر الاي ار والفي ار ما اختلفوا مع بعض. دايما الفي على الار تابع تام ومطيع تام للكرنت. الكرنت هو ريزيستور والكوب اللي عليها انفيز، يعني مع بعض تماما. يبقى ياخد نفس الايه؟ نفس الشكل بالظبط يا جماعه. نفس الشكل بالظبط اهو. يوصل لايه في الاخر؟ يوصل لاي. يبقى ده اللي على الار. طبعا واضح ان اللي على الار في البدايه بزيرو وفي النهايه اي. وده اللي مكتوب هنا مش عارف بقى مكتوب فين. الفي على الار في البدايه بزيرو والفي على الار في النهايه بكام؟ باي. يبقى احنا ما غلطناش، الحل مظبوط. نرسم اللي على الار. البي على ال بنجيبه ازاي؟ بنجيبه ال دي اي باي تي. في بعضكم ما بيحبش التفاضل، ما بيحبش يعمل ديفرنشيشن. بلاش منه. ممكن يجيب البي على ال اللي هو السورس ماينس البي على ار. صح؟ مش المفروض البي على ار زي البي على ال في اي لحظه بيساوي السورس؟ يبقى البي على ال يساوي السورس ماينس البي على ار. هي هي. او تعوض القانون ده. ما القانون ده ينفع للبي على ار وينفع للبي على ال. يعني مش بس ينفع الكرنت، ينفع الريسبونس بتاع الفولتج كمان. يبقى ممكن اعوض فيه واجيب البي على ال، فالبي على ال ده هيطلع اي اي ذا باور ماينس دي على كام؟ نرسمه بقى. عند التايم زيرو بجي على ال بكام؟ كام يا جماعه؟ بي مظبوط. ولما التايم ينزل الفادي كل ده ايه؟ يضيع اهو. يبقى ده البي على ال. كده يبقى احنا فعلا ما غلطناش. الرسمة بتقول ان احنا ماشيين صح. ليه؟ البداية اللي فيها هنا كام؟ بإي والنهاية بزيرو اهو. البداية اللي فيها ال بإي وفي النهاية زي ما زميلكم قال بقى في النهاية بيبقى الكويل شورت سيركت وبالتالي اللي فيها ال بإيه؟ بزيرو. انتوا عارفين معنى ان البي على ال بدل اي؟
معنى كده ان هو ايه؟ ان هو بياخد شحنه كبيره جدا في الاول، وبعدين يقعد يفرغ في الشحنه بتاعته الى ان يختفي الطاقه الانرجي سول اللي جواه في النهايه ويبقى شورت سيركت. عارفين ان الكويل والكباستور مخزن للطاقه يا جماعه؟ الكويل والكباستور عباره عن ستورج اليمنتس. الكويل بيخزن انرجي الالكترومغنيتيك فيلد بتاعه على شكل نص ال اي سكوير، والكباستور بيخزن انرجي الالكتروستاتيك فيلد نص سي بي سكوير. واحنا خدنا القانونين دول كلنا عارفين، انرجي بتاع الكويل نص ال اي سكوير، والانرجي بتاع الكباستور نص سي بي سكوير. وير الاي والبي طبعا ار بريس فاليوز. الكويل والكباستور مخازن للطاقه. تعرف لو الصدي اختفى الكويل والكباستور يفرغوا في الدايره، او لو الصدي قل عن الطاقه المخزنه من الكويل او الكباستور يبقى بدل ما هم ياخدوا من الصدي يعملوا ايه؟ يدوا الصدي. اذا الكويل والكباستور مخزن للطاقه ولا ريزيستنس. ريزيستنس بقى عامله زيكم كده، مضيع ومبدل للطاقه. يعني اسمها ايه؟ اسمها كونسيومر او ديسيبيتور للطاقه. زي ما انت كده بتعمل المصروف اللي بتاخده لوالدك، تاخد المصروف تعمل ايه؟ تضيعه. زي الريزستنس بالظبط، تاخد الطاقه من السورس تضيعها. بتضيعها عشان في حراره يا جماعه، علشان يجي افكت. انما الكويل والكباستور ياخد الطاقه يخزنها يحوشها ما يضيعهاش. اللي مش مصدق، لو انت في البيت شغلت المكوى والكفايه والسخان، بص كده شغل المكوى والكفايه والسخان اللي هم الثلاثه بيور ريزيستنس، الثلاثه بيور ريزيستنس يعني مضيع هائل للطاقه. شغلوا الثلاثه واطلع بص على العداد. هتلاقي العداد ايه؟ بيلف صاروخ صاروخ. ليه؟ لان ثلاث مضيعين للطاقه شغالين مع بعض. انما شغل التلفزيون ولا الثلاجه اللي هي حاجات كلها كويل وكباستور واطلع بص على العداد ما بيلفش، بيلف ببطء جدا. ليه؟ لان دول مخازن للطاقه، تاخد شويه طاقه حوشهم خلاص شكرا مش عايزين حاجه. بس ولذلك يعني كلنا بنتمنى ان البيت يكون مليان ايه؟ كويل وكباستور عشان ما ينفعش تحط الكهرباء عليه. وكذلك برضه ظبط الكهرباء عشان نوفر في الطاقه. نعم. ازاي الكويل بيخزن الطاقه؟ الكويل له الكترومغنيتيك فيلد. الكويل دايما لما بيمشي جواه كرنت بينشا حواليه مجال مغناطيسي سي له فلكس. اللي اكتشف الظاهره دي، خلي بالك دي ظاهره يعني حاجه غصب عننا موجوده، العالم فاراداي اللي عملها في النيوتن في ام اف ومش عارف ايه، القصه الطويله دي. فدايما بينشا حواليه المغناطيسي فيلد بتاعه، هو ده اللي بيخزن الطاقه كلها. انت عارف الترانسميشن لاين اللي بتشوفه وانت مسافر كده، الابراج الكهرباء دي دي لها اندكتنس سريعه جدا لدرجه انها بتخلي المجال اللي حواليها ممنوع تقرب منه، يعني ممنوع تخش في الهواء اللي حواليه الترانسميشن لاين، الهواء مش انك تلمسه، لان الهواء اللي حواليه بيبقى مغناطيسي فيلد قوي جدا. في عندكم ماده مخصوصه انا كاري اسمها ماده فيلد. هتاخد الماده يا جماعه الماده فقط الكويل وكباستور. الالكترونيك فيلد والالكترونيك فيلد. ماشي؟ واضح الكلام ده كله؟ في اي سؤال؟ ايوه. لا انا حاطط الجزء الفورمولا دي عشان تبقى عامله اي مساله. مش قصدي المساله دي. يعني انا مش قصدي المساله دي، المسائل الاخرى يبقى لها دور قيمه. مش هيبقى فيهم. فانا عايز تحفظي الجولدن دي لاي مساله عامه اخرى غير المساله دي، مساله الصرفه طيب نقطه جيرو. ما كانش في حاجه قبل من غير التاني. نعم. ليه سموه تايم كونستانت يا جماعه؟ ليه سموه تايم كونستانت؟ خلي بالكم الكرنت والفولتج التصاعد بتاعهم او الهبوط بتاعهم اكسبوننشال، مش كده؟ اكسبوننشال فانكشن. يعني الصاروخ ده كده صاروخ اكسبوننشال. لكن لو كان صاروخ برين ثابت، لو كان ماشي في خط مستقيم كده
تعطينا الوسط قد ايه؟ الوسط بتاعي المنظر كده. يعني لو الكيرف ده بدل ما هو يمشي اكسبوننشال كده يوصل للمدى النهاية، لو كان مشي بمعدل ثابت بمعدل كونستانت كان وصل تايم كونستانت. التايم كونستانت ده اللي هو قيمته ال على ار. كذلك الفولتج هنا لو كان زاد بمعدل ثابت او هبط بمعدل ثابت كان وصل لايه؟ كان وصل بالتايم اللي هو الثاني. عشان كده سموه تايم كونستانت. يعني ده الكونستانت تايم اللي كان ممكن الريسبونس يوصل فيه للستيدي ستيت لو كان مشي بكونستانت ريت. انتوا عارفين الكونستانت ريت اللي هو ايه؟ اللي هو السلوب بتاع الكيرف اللي هو الدريفيتيف يا جماعه. يعني اللي مش مصدق الكلام ده، هات السلوب هات تي تساوي زيرو. شايفين الكلام ده؟ هات دي اي باي تي واقعد على التايم تي تساوي زيرو، تجد ان السلوب بتاعنا يديلك التايم كونستانت اهو. يعني المثلث ده كده هيطلع ان القيمه دي فعلا هي ايه؟ هي ال على ار. عشان كده سموه تايم كونستانت. لانه ده زمن كونستانت. لو كان مشي على شكل خط مستقيم كده كان طلع الستيت ستيت في زمن محدد دائما اللي هو الثاني. وده يوضح بقى سر التسميه اللي يسموه تايم كونستانت او كونستانت تايم. اوكي؟ في برضه عباره هنا ليه سمينا الحاجه دي فورس يا جماعه؟ فورس الار ان سيركت. فورس معناها ان دي سورس. خلي بالكم ان كلمه فورس معناها ان دي سورس. ده حتى البولت سورس كانوا زمان بيسموه الكترومونتيف ايه؟ فورس، صح؟ كانوا بيسموا البولت سورس كده الكترومونتيف فورس، يبقى سورس مرتبطه بوجود الفورس مرتبطه بوجود السورس. دي مش فاهم؟ طيب نكمل بقى. لان واضح ان المساله بتاعتنا هتحصل امتى؟ لما السويتش ده يتقفل. لما السويتش ده يتقفل يبقى المنطقه دي خلاص ما عادتش موجوده يا جماعه. انسى المنطقه دي خالص. لان حصل عليها ايه؟ شورت سيركت. الشورت ده كده يلغي السبلاي خالص. عشان كده سمينا الدراسه بتاعتنا فري ريسبونس. فري ريسبونس يعني الار وال ال ما عادش عليهم سبلاي، بقى عليهم خط شورت كده. وطالما مفيش سورس يا ريت برضه تبقى محفوظه عندكم. نو سورس ايكوال نو ستيدي ستيت. طالما مفيش سورس مفيش ستيت. يبقى نو ستيدي ستيت. ليه يا جماعه؟ ايه السبب؟ عشان مفيش ايه؟ مفيش سورس. يعني فاينلي طالما المساله بتاعتنا ما فيهاش سورس يبقى هي الكلام منين؟ دايما ما فيهاش سورس. انت دخلت المعمل كده ولقيت شويه كومبوننتس جنب بعضيهم ما فيش اي سبلاي واصل بيهم، هيمر جوه الكرنت هيجي منين؟ يبقى فاينلي ما فيش كرنت. وده معناته ان البيع على الارض كام؟ البيع على الارض هو اي بي ار بزيرو. طب والبيع على الار لما تجمعه على البيع على ال تديك السورس اللي هو مش موجود اصلا. يبقى البيع على ال هيبقى بايه؟ بزيرو. ده منطقي لان مفيش سورس اصلا. الدايره ديت الدايره ديت. بس الدايره ديت امتى؟ امتى يا جماعه؟ في الفاينل سيتويشن لما الدايره تهدى. معنى كده ان في كرنت مؤقت يختفي مع الزمن هو عباره عن ايه؟ عباره عن بقايا الوضع القديم. خلي بالك من هذا اللفظ، بقايا الوضع القديم. ايه الوضع القديم؟ الوضع القديم كان السوش ده مفتوح مش كده؟ فكان في سبلاي مدي طاقه لمين؟ للكويل. فلما يجي السويتش يتقفل الكويل يلاقي جواه طاقه ويلاقي نفسه هو الوحيد اللي في الدايره مفيش سورس، يبيع مين الطاقه بتاعته؟ يفرغها في الدايره. يبقى الكويل هيفرغ الطاقه اللي جواه الى ان تنتهي الطاقه ويصبح ديد زيه زي الريزستنس. إذا لما هنقفل كده هيمشي شوية كرنت لغاية ما الإنرجي ستور اللي هو الكويل تنتهي تماما. يبقى ده كرنت مؤقت هيمشي إلى أن يختفي. يبقى نطلق عليه إيه؟ ستيدي ستيت ولا ترانزنت؟ ترانزنت طبعا لأنه مجرد حاجة مؤقتة. يبقى إذا ده كرنت مؤقت هيمشي بس وهيختفي في الآخر. أوكي؟ طيب البداية بقى. في البداية
ما معنى كلمة نيجاتيف زيرو؟ يعني just before closing the switch. يعني لما كان السويتش مفتوح. لما كان السويتش مفتوح كان عندنا دايرة RL واصلة دي سي سبلاي وكان الوضع هادي. هادي يعني ايه؟ يعني كويل شورت سيركت. فالحالة دي بتكلم ان الجنريشن كان عبارة عن E على R. يبقى ده الانيشال كارت. الانيشال كارت عبارة عن E على R هو الكارت في الوضع السابق. الكارت في الكويل لا يتغير فجأة. هو نفسه يا جماعة الكارت اللي هيبدأ من الدايرة. إذا I نوت اللي هي بتاعتها كام؟ بـ E على R. طيب لما يكون الكارت في البداية بـ E على R يبقى الفولتج على الريزستنس بكام؟ اضرب كده E على R في R يديك ايه؟ يدينا E. يبقى إذا الـ E على R في البداية بـ E ولكن مجموع الـ E على R والـ E على L يساوي السورس، السورس بكام؟ يبقى إذا الـ E على L لازم يكون ايه؟ لازم يكون ماينس E. يبقى الـ E على R في البداية بـ E والبيع على الاقل في البدايه ماينس اي. ليه؟ لان مجموعهم دائما يساوي السورس ومفيش سورس. مفيش سورس في المساله، ما عادش في سورس. يبقى مجموعهم لازم يساوي زيرو. فطالما البيع على الار بي اي يبقى البيع على الاقل ماينس اي. مين مش فاهم؟ المفروض يكون في حد مش فاهم، لان دي حاجه مش فاهمه اللي انا بقولها دي. الاول انت مقتنع من الكرت لازم يبيع على الار، اضرب في ار. يبقى الفولت ده بقى كام؟ بقى اي. ولكن مجموع الفولت على الارض الفولت على ال يساوي زيرو. يبقى الفولت على ال بكام؟ بماينس اي. يبقى دي الخيار بتاعت البدايه. طب وفي النهايه؟ في النهايه اصلا ده الوضع النهائي، مفيش سورس، اذا مفيش كارت هيجي منين؟ يبقى في النهايه مش اي حاجه خالص، لا الكارت ولا في ماتش دروب على الارض ايه؟ والال. طيب ما بين البداية والنهاية؟ ما بين البداية والنهاية السيستم بيطلع في الروح، يعني إيه بيطلع في الروح؟ يعني بيستنزف البقايا اللي جواه، طب وإيه البقايا اللي جواه؟ الإنرجي ستورد في الكويل، الكويل لما خد شوية طاقة في الإلكترونيك فيلد بتاعه هيبتدي يفرغهم في الدايرة، هيقعد يفرغهم في الدايرة لغاية ما يخلص عليهم. تعالوا بقى نعوض في القانون الجولدن، نحل على طول بقى. مش لازم نكتب ديفرنشال إيكويشن ده الفاضي بتاعنا. نحل على طول يا جماعة I embedded zero في البداية بتاع على R embedded zero into power minus T على T. إذا الكارت E على R into power minus T على T. أهو الكارت ده صح. صح ليه؟ لأنه transient only. كده الكارت في الدايرة يا جماعة transient بس. هيجي في الستيدي ستيت وما فيش سورس. تعالوا نرسم الكارت ده، نرسمه. عوض كده عن يساوي زيرو، يساوي باور زيرو بواحد، يبقى الكارت بكام؟ بكام يا جماعه؟ دي على ار، مش كده؟ وبعدين تخلي التايم تنزل انفينيتي، انفينيتي يعني سنتين ثلاثة. يبقى القيمة تنزل لإيه؟ تنزل للزيرو كده. ده الكارت اللي في الدايرة. يبقى الكرنت هيختفي تماما مع الوقت لان مفيش سورس. وده السر ان الكرنت بيبدا قوي. الكرنت بيبدا بقيمه عاليه جدا يا جماعه، كل ما الوقت يمر كل ما ايه؟ كل ما ينزل، بس هو نازل بريت اكسبوننشال. لو كان نزل بريت ثابت كان وصل تايم ثابت اللي هو ايه؟ اللي هو التايم كونستنت. لو كان الفي على الار عباره عن ار في ار، نرسمها. حط كده تي زيرو يبقى القيمة ايه؟ اي. وبعدين كل ما الوقت يمر كل ما تنزل بشكلنا يبقى ده البيع على ار. طب البيع على ال، البيع على ال اللي هو ال دي اي باي تي او هو السورس ماينس البيع على ار، هو مفيش سورس يبقى ماينس اي في ايتا باور ماينس تي على تي. وعوض بقى كده على التايم تي زيرو دي تصور زيرو واحد. يبقى البيع الثاني بادئ بايه؟ بادئ بايه يا جماعه؟ بماينس اي. وبعدين كل ما الوقت يمر لغايه ما التايم تنزل انفينيتي القيمه دي تروح لايه؟ ها؟
اللي هيقول زيرو يبقى غلط. لما تايم تنزل انفينيتي القيمه دي تروح لايه؟ لماينس زيرو. ماينس زيرو يا جماعه زيرو من تحت اهو، من تحت مش من فوق. نيجاتيف زيرو، زيرو من تحت. أطلقت بقى ظاهرة عجيبة جدا، وهي إن الفولت على الكويل بدأ بماينس إي، يعني كمان الكيرف انعكست وبعدين قعد إيه؟ قعد يتجه نحو الزيرو. ليه حصل الكلام ده يا جماعة؟ ليه حصل الكلام ده؟ اجمع كده، اجمع الـ في على R والـ في على N في أي لحظة، اجمع الاثنين كده في أي لحظة. اجمعهم في اللحظات يدوك إيه؟ يدوك زيرو، لو في اللحظات دي يدونا زيرو، في اللحظات يدونا زيرو، لغايه ما نجمع بوستيف زيرو على نيجاتيف زيرو يدينا ايه؟ يدينا ابسولوت زيرو. يبقى دائما في اي لحظه مجموعه يساوي ايه؟ يساوي زيرو، يعني مفيش سورس. مفيش سورس. مفيش سورس، يبقى الفي على الار زائد الفي على ان في اي لحظه مجموعه يساوي زيرو. ولذلك في البدايه لما كان الفي على الار عليها اي كان الفي على ال عليها ايه؟ ماينس اي. في النهاية لما ده عدم ده عدم طبعا بالتبعية. مين مش فاهم؟ كلنا فاهمين؟ طيب ملحوظة أخيرة، هل صح اللي أنا عملته ده علميا إن أنا آجي على سورس وهو ما عمل عليه شورت سيركت كده؟ ده شورت سيركت ده يا جماعة معناها قفلة، معناها بالعربي كده قفلة. لو حصل اللي بيحصل؟ الفيوز لازم ينزل، لان خلي بالك ان الشورت ده معناه يمشي كرنت هنا بكام؟ كرنت ده يمشي في اللوب دي كده. قيمته اي على ار، وار بكام الشورت؟ بزيرو، اي على زيرو؟ بانفينيتي. لو حصل عندك حاجه في البيت هيمشي انفينيتي والفيوز على طول نازل. فاللي انا عملته ده ما يصحش ابدا، ما يصحش انجينير يعمل كده. امال اكشوالي ايه اللي بيحصل؟ اكشوالي اللي بيحصل الحمد لله ان اي سورس مفيش يا جماعه ايدي سورس. كل سورس له انترنال ايه؟ انترنال ريزيستنس. بيسموها ليمتنج ريزيستنس، هي دي بتحد من الكهرباء. واعتقد بعض الكتب، بترسمها واضحه، يعني بالنسبه لك هنا ريزيستنس كده عشان تنبهك انه لازم في ريزيستنس هنا. ما ينصحش اعمل شورت كده من غير وجود ريزيستنس يا جماعه. لازم يكون في ريزيستنس والا الكهرباء تبقى بكام؟ بانفينيتي يعني ولع الدنيا. اوكي؟ فالحمد لله دايما السورس ده انترنال ريزيستنس، لا يوجد من شكر الايديال سورس الا بس في مسائل السيركتس عندنا تجاوزا يعني. انما الاكتوال سورس هو انترنال ريزيستنس، هي دي اللي بتمتص الكرنت، والا كان ايه؟ كان شورت سيركت معناها قافله، معناها لازم البروتكشن يشتغل والفيوز ينزل وكده. اوكي؟ كده خلاص.